بيت معدل او مهري بس اني صالحه. صباح الخير كيك، شلونكم؟ طبعا صار نص ساعة قاعد منه، أكثر من نص ساعة وبس متمدد بالفراش. أخ خلينا نقوم نبدأ اليوم، اليوم أول يوم امتحانات، فخلينا نقوم نبدأ. ما أقدر أعيط لين الجيران يسحلوني سحل، الله وكيلكم. أول شي نغسل وجهنا. على فكرة أنا ما أدري ليش الناس يغسلون وجههم، يعني أنت تغسل من نايت وأسلخ من نايت، أنا أغسله يا أخي. أوكي خلينا نشوف الفرق، هسه هذا وجهي قبل الغسلة، أوكي؟ ايش من المراية وسخة، اوكي خلينا ننظفها بعدين. هذا وجهي بعد الغسلة. ليش غسلت ما ادري، لو مغسل احسن. لازم الرهيب، لازم 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 الواحد ياخذ، لازم لازم لازم، لان هو هاي الوجبة تعطيك الطاقة لليوم كله، عرفت شلون؟ اذا بديت يومك قوي فما راح يقبل اليوم، راح يظل يجي وجبه من بو من بوجه العالم. نجيب شيء مثل هاي، اول شيء خل اعلمكم على رايوك صحي. نجيب البوب كورن هذا، نجيب حليب هسه باعوا تشترون حليب اقرو، هذن اللي ورا هذن المكونات، اوكي شوفوا الكربوهيدرات ايش قد، شوفوا البروتينات ايش قد بيه وقارنوا ويا النوعيات موجوده واختاروا اكثر واحد بيه بروتينات وكربوهيدرات. السعاده نخليه هيك الحليب، شوفوا هيك وبعدين بس تخلطوا شويه، هو مس اسر انزل دقائق اسر. جد اسف لان صوتي ناسي، بس الدنيا صبح وما اقدر اصحي الجيران، شبابك مفتوحه كلهم ما اقدر اعيط يعني. شوفي شلون كثر الحليب، ما ادري شلون يكثر، هيك يفور يعني، مو يكثر عمليا اكيد، بس يفور يصير بأكسجين ف يكبر يعني. هو هذا شلونكم هسه، يلا تسوون هي. المهم وصل هالمرحله وطفيته، اوكي هسه نخليه يبرد شويه، مو تاكله راسا على اساس التسبع، لا ما ينكر راسا هسه برد عاد ناكله شويه، اني جوعي فهذا ما راح يكفي، لازم عصير وياه شي. نجيب الخلاط ونجيب موزه، الله بالموز خاف بيش قسمته نصين وشمرته هنا. هسه نجيب الحليب نفسه نخليه في القير شويه، ما نخليه هاي حليب ثاني هيك طعم الفراوله شويه خليه، بس انا من الطعم. بس نجيب عسل ونخلي، نجيب المقسوم ونخليه هنا هيجي بدون لا ثلج ولا اي شيء، هيجي خليه طبيعي احسن. كوب من الفيتامينات والبروتينات. نسى شغله هذا الموز بالحليب اللي ما ادري شنو، تكملوه غسل الخلاط والقلاص بسرعه، اول ما تكملون لان بيه حليب يسوي صفاريه شوي. هسه عاد شنو؟ كل شيء مختلف، ليش افرش ما اعرف. اخ هسه لبسنا للجامعه، يلا نروح. خاطر ربكم وينك واحد يروح الجامعه الدنيا ليل، خاطر الله. ماما حبيبتي ليش تشوفين مو؟ تمام؟ طبعا يا جماعه اليوم اول يوم امتحانات، عندي امتحانين اللي هو الاول كالكولس والثاني رينيوبل انرجي، الرياضيات الطاقه المتجدده. فهسه رايح انذل وارجع للبيت ان شاء الله. هاي منطقة الجميلة، شوفوا هنا هذا ذاك البحر، ورا هاي العمارة البحر رأسا درج عليها يعني. جيت على محطة الباص، هسه على انتظر الباص. طبعا تأخر الباص فجيت على المتروبوس، موجود هو منطقتنا هو هذا، وحنروح الجامعة والدنيا بعدها ظلمة، وهيك نكون وصلنا الجامعة بالباص. ما قدرت اتصور من الزحام، ما تتصورون على هالوقت هذا والزحام كلش. بما انه وصلنا من وقت فخل اقعد بالقهوة اقعد اقرا شوية راجع. اي بما انه القهوه مقفوله خلاص راح الجامعه كالاسد. على فكره هاي السكوترات بشاره تقدرون تاجروها. هاي وصلنا الجامعه، هاي البوابه مالتها ما شاء الله لاذان الفجر، صارت قبل اذان الفجر على الجامعه حرفيا، فتحت الجامعه حرفيا. طبعا المو حلو بالشتاء هنا انه توصل بالثمانية مثلا بالثمانية ونص على الجامعه، هي هسه بالسبعة ما صار بعدها بالسبعة الا خمسة يمكن، بس بالثمانية هيك يلا تقوم، ثمانية ونص يلا تقوم تفتح الدنيا، يعني حرفيا انت يوميا تروح الجامعه مبلله كل كراسي ما ادري وين نقعد. المهم توصل على الجامعه يوميا مظلمه يعني، هي هيك هذا منظر جامعه ما بها احد، شوفوا الهدوء. كن يوميا هيك يا رب، كن يوميا هيك. اخيرا اجى احد عرف، اجى نور الدين جاب اياه ملخص، اعطاني اياه ملخص الماده، شكرا نور حبيبي. قعدت الامتحان اللطيف طبعا ويانا القهوه اكيد، ننتظر الامتحان هسه. كملنا امتحان الحمد لله جاوبنا زين، وهسه رايحين على البيت. وقدم لكم طريق الجامعة للباص، هيجي مليون حلوات ومطاعم. اوكي هناك اكو مكتبة، هاي كلش كبيرة على فكرة، جنن هاي المكتبة. من جديد جينا ناخذ الباص نرجع على البيت. اخ التعب هذا يومية 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 يومية، هذا اجى راح نصعد بيه. ورجعنا على نفس المحطة طلعنا منها الصبح، محطة افجلر هاي مال المتروبوس.
هاي فتنا على افجر هذا تمثال علامة دالة مال المواعيد عود. ولو دائما اذكرها بكل الفيديوهات اللي افوت بها بهالمنطقة، بس هالمنطقة من احلى المناطق اللي احبها اني وساكن بها اني ومليانة عراقيين همين هنا، كل شو هاي عراقيين اكو، فهذا شيء يزيد على انا يعني احب الاماكن بها عراقيين، يعني تدرون احن الدمي حين ها، وهم بها اسواق هواي، بها مطاعم هواي، بها كل شيء، واحد حتى ما يحتاج يطلع منها اصلا عمري يحصل شيء، كل شيء يقدر يلقى بها المنطقة، وهم بها قعدات هواي على البحر هم، وسعرها حلوة، لا تقول لي ايش قد ما ايش قد، 300 دولار وفوق الايجارات. وهيجي جينا للبيت يا عيني. صعب لوني تك سليمة، تبتلي بواحد وكيح، يغدي قلبك ما نقيمة. أحس جيران راح يجيني برا الشاش. بس لبسنا لبس البيت شوي، رجعت النفسية عدل، لين فتحت بس على انستغرام ضحكنا وشاقينا ويا المتابعين، وهسه راح نجي نسوي تمن. اوكي نسوي تمن ومرقة دجاج. مرقة دجاج وتشريب دجاجة ما شي يسموها، هاي هيجي بخاذ ما دجاج سوى صفرة، هاي مرقة هاي دا اسوي تمن على الطريقة المبزولة، لا هو يسموه بزل، اكو تطبق واكو بزل، هذا بزل اوكي عشان نخليه يغلي وبعدين نصفي، يجي يصير صحي اكثر، يوقع النشا، يوقع توقع السكريات، حتى اخلاقه توقع. شوفوا التمن شلون صار، بعد ما نخلي عليه الزيت، هذا الزيت هنا، الزيت بالاخير يصير نقضي التمن به، وهذيك المرقه. بقيت معدله ومحري بس النية الصالحة. وانا ذكر اكلت. بس شلون نمت صحيت ما اعرف. صباح الخير. هسه 5 العصر. كملنا غدا، كملنا كل شيء، وصلت المواعين، صارت الدنيا ليل، وقعدت اقرا امتحان مال باكر عندي ادفانس بروجرامينج، طبعا يشق الحلق والله من الظهر لي هسه الساعه 9 بالليل وبعد بدي اقرا، يعني ما خلصت، يعني على فكره يمكن كملت ثلث الماده او نص الماده بس، وبعد اكثر من النص بشويه او نص الماده، فالله كريم احاول هسه من 12 اكمل يعني، وراها خلينا نشوف شو نسوي. حرفيا صار 24 ساعه من بديت هذا الفيديو، طبعا نمت وما حسيت على نفسي، فلهذا ما ادري ايش صار بالليل والله، هيك نمت وقعدت وقلت هاي شو وقت نمت شو وقت قعدت. المهم فدرسنا كملنا، طبعا الماده كانت كلش كلش صعبه، دوختني بصراحه كلش دخت، فاعتقد لهذا نمت اني، ولهنا راح انهي هذا الفيديو، اقول لكم اشوفكم فيديو جديد، وان شاء الله اذا عجبكم هذا الفيديو كتبوا لي جوا اكثر شيء عجبكم به، واذا عندكم مواد اصعب المواد هم كتبوا لي شو المواد اللي تواجههم بها صعوبه بالجامعه او بالمدرسه، وان شاء الله اشوفكم فيديو ثاني، وخلنا نروح على اخذ حمام لان هسه الدنيا فجر، مثل ما تشوفون اخذ حمام وبعدين اطلع اكمل دراسه او مو اكمل اراجع يعني، فاشوفكم باي باي.